فلسلان بعد شوي راحوا، يعني معقول كل اخذها فلسطين؟ ولا رسلان؟ ما فهمت شو القصة؟ عمي سمعت انه رايحين مهمة وطنية. مهمة شو خيي؟ وشو هالمهمة الوطنية بدهم يبعثوا ثوافيق عليها؟ شو بعرفني عمي؟ ولك تظرف في شكلك مثل قلتك، ولك أنا بعتك لحتى تشوف لي اياهم وين رايحين وتفهمني شو القصة، رحت ورجعت ريد من ورا وريد من قدام. عمي خلص المرة الجاي برقع وقتلي ليونس بخليه يعترف وين رايحين. ولك حشي تعذر حشي ماشي معك طوشني خلص لوش حد. والله يا مختار أنا خايف تكون عملت لي شي عمل مع الحكومة وتبلينا فيها. هي أبو غالب فكش تفهم لي من خيك شو القصة. صدقني يا مختار صدقني. أه. بس جيب له سيرتها بينهبل وبيزعل مني. خيي أنا برأيي نروح بمعيتكم لعند الزلمي نفهم شو القصة. وأنا هيك رأيي هسه أمان بيأمن الواحد يروح. اسمع عمي رسلان بتروح هسه بتوقف بأول الضيعة بس تشوفها جاي بتبلغ الأهالي كلمة السر مشان ياخذوا احتياطاتهم. يلا عمي. حاضر عمي. يلا يلا ونحن كمان لازم ناخذ احتياطاتنا. لكن طمني مختار بالمجدي هسه صارت برات المدى المجدي فينا نتحرك. تفضلوا عمي. تفضل يا حي يا حي يا حي. تفضل